اخواتنا يعني بيشمل عده اشياء، اللي هو في المجال الاجتماعي، في المجال الاقتصادي، في المجال النفسي، في المجال الصحي، كل هاي الاشياء احنا حابين نحطها تحت العنوان. هلا كيف احنا طلعنا من المبادره اللي يكون في عندنا مقر، هذا المقر سميناه مكتب متطوعين سوري. هلا هذا المقر كان مكان تحت قياده حكوميه لمكتب سوري، كان مكان يعني مش مشغول يعني مهجور. لما احنا بلشنا في هاي المبادره طرحنا فكره المبادره على جمعيه الشباب، احنا هذا المكان بدنا نرممه. احنا كنا قعدنا قبل فتره مع اللي هي جمعيه الفنيه في مخيم العروب، مجموعه من الصبايا اللي بتتراوح اعمارهم بين 18 ل 29 سنه، من اجل النهوض بواقع المخيم، واقع الشباب بشكل خاص. طلعنا في مشروع انه نعيد تاهيل مجموعه من ماكينات الخياطه في مخيم العروب، وتمكين مجموعه من السيدات كان عددهم 15 باتفاق مع جمعية الفنيق وجمعية الشباك المسيحية. عملنا على إعادة صيانة هاي الأجهزة، قمنا بتدريب 15 سيدة من مخيم العروب، قاموا بتصميم زي للدبكة. ضد جائحة كورونا بعد الاجتماع طرحنا فكرة عيادة تصليح، عيادة عربية اللي نفتح مجال أكبر للسيدات إنهم يتوفروا في هاي العيادة. فبالتعاون مع جمعية الشابات المسيحية والحمد لله رب العالمين تم إصلاح العيادة من مظليات، من بضائع، من تجهيز الساحة. عقدنا مع جمعية الشابات المسيحية لمدة سنتين، فهذا العقد أعطانا كمان فرصة أول شيء لتعزيز دور السيدات عندنا، تمكينهم اقتصاديا وتعزيز دورهن وثقتهم بأنفسهن إنه يقدر يعطي رأيهن، يقدم ما في عندهن، يشتغل كمان صح.